معلومات عن بابغاء اللوري. الفرق بين الذكر والأنثى، الفرق بينه وبين باقي الببغاوات في التغذية، موسم إنتاجه وطفراته وقدرته على الكلام ومتى يبلغ، كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا من قناتكم الحياة عجائب. ببغاء اللوري أو ما يعرف ببابغاء قوس قزح، وذلك بسبب ألوانه المتعددة التي تشبه ألوان قوس القزح من حيث الدقة وترتيب الألوان. إنه من أروع الطيور الساحرة التي جمعت الألوان الساحرة الفريدة. إنه لوحة فنية من الألوان، بابغاء اللوري أو الرينبو لوري. إن بابغاء اللوري غير شائعا كثيرا بين المربين والهواة، يبقى واحدا من أكثر الببغاوات التي يرغب المربين بامتلاكها، وذلك بسبب ذكائه ونشاطه، فهو ببغاء مرح جدا. كما أنه يحب الاستحمام، فلا تحرمه من ذلك بوضع وعاء به ماء. كما أنه يحب التعايش مع الإنسان أكثر من العديد من الببغاوات الأخرى. ببغاء اللوري هو من أنواع الببغاوات متوسطة الحجم، كما أنه يختلف عن الكثير من أنواع الببغاوات الأخرى، فسلوكياته مختلفة ونظامه الغذائي مختلف تماما عن باقي الببغاوات، ويوجد بكثرة بقارة استراليا، كما أنه يوجد في بعض الدول الإفريقية. من أشهر فصائر ببغاء اللوري قوس قزح الأحمر والأخضر وأحمر الصدر والأصفر الغامق، وله أكثر من 21 فصيلة. أما عن عمره الافتراضي، يمكن لببغاء اللوري العيش لأكثر من 35 سنة، وذلك حسب مستوى العناية. ولكن كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى في هذا الببغاء، وكيف نميز بين الذكر والأنثى؟ يعد هذا الببغاء كأغلب الببغاوات يصعب التمييز بين الذكر والأنثى، ويحتاج الأمر إلى خبرة عالية. وأفضل حل لمعرفة الفرق بين الذكر والأنثى تحليل الحمض النووي الDNA، متى يبلغ ببغاء اللوري ويصبح جاهزا للتزاوج. يصبح اللوري جاهزا للتزاوج بعمر 3 سنين، وقد يبلغ على 2 سنين بحسب النظام الغذائي. وغالبا ما تبيض الأنثى 2 إلى 3، بحد أقصى 4 بيضات. كم تضع أنثى اللوري؟ تبيض ما بين 2 إلى 3 إلى 4 كحد أقصى، والغالب 3 بيضات. ويفقس البيض من 20 إلى 26 يوم حسب المناخ ودرجة الحرارة، وتبقى الفروخ بالعش لمدة 2 أو أقل، وتظل تعتمد على الأهل لأزيد من 9 أسابيع قبل فطامهم. ويقوم الذكر بالرقص للفت انتباه الأنثى برقصات بهلوانية. أما عن موسم التزاوج، فيبدأ من شهر سبتمبر يعني شهر 9 إلى شهر ديسمبر أي شهر 12، وقد يبيض في غير هذه الشهور في الأسر أي في القفص. أما عن التغذية، فمما يميز هذا الببغاء عن غيره من الببغاوات أن هذا الببغاء له نظام غذائي خاص، فهو يتغذى في الطبيعة على رحيق الورد، كما يحب التمر المذاب بالماء القليل، ويحب العسل، ويأكل البرتقال والتفاح والكمثرى والتوت، كما أنه يحب العنب كثيرا والجزر. ويجب عدم الإكثار من العنب لاحتوائه على كثير من الحديد، وهذا الببغاء لا ينبغي عليك أن تضع له كثيرا من عناصر الحديد، حيث أن ذلك يضر بصحته. يفضل أن تكون هذه الفواكه طازجة، ويفضل ضربها جميعا في الخلاط لتكون لزجة أو سائلة، يعني أن تأتي بالبرتقال والتفاح والكمثرى والتوت وكل هذه المجموعات من الفواكه
وهذه العناصر الغذائية، ومن الممكن ضرب هذه الأشياء في الخلاط أو في المضرب بحيث تكون لزجة أو بحيث تكون سائلة وتقدم لهذا البابغاء. هذا البابغاء يعني يحب الأكل السائل، يعني ينبغي عليك أن تبتعد تماما عن عباد الشمس، يعني لا ينبغي تقديم عباد الشمس نهائيا، وهو ما يعرف باللب السوري، يعني هذا قد يضر به بصحة هذا البابغاء. طبعا هذا البابغاء فضلاته تكون سائلة طبعا، وهذا بسبب نظامه الغذائي المعتمد على الأشياء اللينة، العسل اللي مثلا، الأشياء اللي هي مضروبة أو مخلوطة في الخلاط. فطبعا هذا البابغاء يعني يحتاج إلى عناية كبيرة. وطبعا هناك بعض الطعام الذي يقدم جاهزا لهذا البابغاء، يعني يباع الطعام جاهز، فطبعا هذا البغبغاء طبعا مش سهل تربيته، يعني لو ان انت حضرتك مش فاضي ان انت تجيب له الاكل دوت اللين وان انت تضربه في الخلاط، وطبعا مش قادر طبعا كمان تجيب الخلطات اللي هي جاهزة اللي هي بتباع جاهزة، فطبعا يبقى ان انت الافضل انت تتجنب هذا البغبغاء، لان هذا البغبغاء يعني ايه بيحتاج الى عناية اكبر. يعني باقي البغبغاوات بتاكل على طول، بتحط لها مثلا التفاح، بتحط لها الحبوب، بتحط لها اي شيء بتاكله مباشرة، اما هذا البغبغاء فيحتاج الى الاكل السائل، الاكل اللين، يعني يحتاج الى عناية كبيرة جدا بخلاف غيره من البغبغاوات. طيب من حيث يعني التدريب، فهو من امتع البغبغاوات بحركاته البهلوانية الجميلة، إنه بغبغاء نشيط ولعوب بدرجة كبيرة، وصوته مريح وجميل وجذاب وليس مزعج. هل هذا البغبغاء لديه القدرة على الكلام؟ نعم، فهو من البغبغاوات المتكلمة مثل الدرة المطوقة، يستطيع نطق بعض الكلمات البسيطة ويصعب عليه نطق الجمل الطويلة. أما عن سعره فقد يصل إلى 12,000، ويختلف السعر بحسب الطفرات، يعني طبعا سعره مرتفع، ويختلف هذا السعر بحسب البلد وبحسب الوقت وبحسب الطفرة، فيصعب تحديد سعره، يعني كل طفرة لها سعرها، وطبعا كل وقت يعني الوقت وحسب الطلب. وهذا البغبغاء يعني موجود لكن بقلة، يعني ليس موجود بكثرة طبعا، نظرا لان طبعا نظام الغذائي يعني يحتاج الى صعوبه، فطبعا هذا البغبغاء يعني موجود بايه يعني ليس بكثره، هو موجود قليل، وهو من البغبغاوات المهدده بالانقراض، يعني هو عدده في الطبيعه اصلا قليل جدا. طبعا هذا البغبغاء ايضا من عيوبه انه لا يحب البرد، يعني هذا البغبغاء يعني لا يفضل ان تقل درجه الحراره عن يعني 23 24، فهو لا يحب البرد ولا يتكيف مع البرد، هو يعني منطقته يعني في الطبيعة كان موجود في استراليا، فهو يحب درجة الحرارة المرتفعة، ولذلك يحب دائما الرطوبة ويحب دائما الاستحمام، لذلك لازم تحط قدامه طبق الاستحمام. فطبعا لا يفضل تربية هذا البغبغاء في البلكونات، فهو لا يتحمل البرد، ويفضل أن يكون القفص واسع، ويفضل وضع ماء للاستحمام باستمرار، فهو يحب الرطوبة. طبعا هذا الطائر أيضا يحب جدا أوراق السبانخ، ويحب العسل، ويحب طبعا اللي هو التمر اللي هو ممزوج بالقليل من الماء اللي هو يعني المطحون أو اللي احنا بنضربه في الخلاط. طبعا مش لازم نقدم له عنب بكميات يعني كبيرة، يعني لو هنقدم له عنب نقدم عنب بكميات صغيرة، لأن نسبة الحديد العالية يمكن أن تسبب تلف كبدي هذا البغبغاء. طبعا لازم ان احنا لو اي مثلا فيتامينات في اي عناصر فيها يعني مادة الحديد، يعني نحاول ان احنا نبعد هذا الطائر عن مادة الحديد، لان طبعا هي بتعمل ضد هذا البغبغاء. طبعا احنا بنقول ان هذا البغبغاء في طفرات كثيرة جدا، يفضل طبعا ان احنا نبعد هذا البغبغاء عن اي اكل، يعني ايه زي مثلا الكافيين، زي مثلا الشوكولاتات، الحاجات دي كلها اللي يعني الاكل اللي هو مش كويس، هذا الاكل يعني ضد هذا البغبغاء. وده يعني باختصار شديد جدا حديثنا عن بغبغاء اللوري. هو بغبغاء جميل جدا، لكن طبعا يعني لا أفضل تربية هذا البغبغاء إلا لإنسان يعني فاضي، يعني عنده وقت، يعني عنده فراغ يستطيع أنه هو يعتني به، يستطيع أنه هو يتابعه كل يوم، هيعمل له أكل ويحط له الأكل في الخلاط أو في المضرب، يضرب له الأكل دوت عشان يبقى الأكل سايل
والاكل يكون لين، لان الببغاء دوت يعني ايه بخلاف غيره، فهي المشكله عنده ان هو ببغاء يعني حساس جدا من ناحيه البرد، ببغاء يعني حساس جدا من ناحيه الايه، من ناحيه الطعام، عايز اكل معين، او ان انت ممكن تشتري له طعام مخصص اللي هو بيباع في محلات الطيور والببغاوات. وده باختصار. وفي الختام لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.